احنا بقالنا تقريبا 3 سنين بنشتغل مع الأطفال واليافعين سن تقريبا من أول 4 سنين لحد 18 سنة. عندنا تركيز على الجانب بناء الشخصية والجانب النفسي والاجتماعي بالتوازي مع الجانب الفني، على فكرة الثقة بالنفس والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية للطالب، ان هو ازاي يقدر يقدم نفسه وازاي يكون عنده ثقة في الكلام قدام الجمهور. يعني فكرة ان السن ده بيكون حساس شوية، لازم له تعامل خاص. احنا طبعا عندنا منهج خاص بينا، ده الاساس في التعامل مع الاطفال والشباب. طبعا بيختلف يعني كل عمر والتاني، ان انت لازم تهتم بجوانب الشخصية بتاعته، ايه الحاجات اللي بتميزه. كل حد من الطلاب عنده حاجه بتميزه لازم يقدر يشتغل عليها، وفي نفس الوقت عنده جوانب ضعف انت بتحاول انت تنميها عنده. احنا عندنا اكتر من نشاط، منهم الدوبلاج ورسم والتصوير وحاجات تانية، لكن احنا تركيزنا الاكبر دلوقتي على ورش التمثيل والسايكو دراما. ورش السايكو دراما كمان هي فيها التركيز الاكبر على الجانب النفسي والاجتماعي للطالب. ده اللي احنا بنشوف ان هو اصلا لما بتيجي تعمل ورشه تمثيل للسن الكبار اللي هو يعني من 18 سنه فيما فوق، انت بتركز على الحاجات دي. فما بالك لما انت تيجي تتعامل مع السن ده اللي هو من 4 سنين لحتى 18 سنه، دول بالذات محتاجين الاساس الاول، ان انت تبني ليهم اساس كويس من الثقه بالنفس والكلام ده كله، علشان هو بعد كده يقدر يستخدم ادواته كممثل بشكل كويس. يعني بيبقى فيه تدريبات جماعيه، اولا هو لازم يتعلم يشتغل في وسط مجموعه، يعني لازم يكون في التمثيل بالذات نوعا ما حته انكار ذات، ان هو يقدر يتعامل في وسط مجموعه، يستقبل من الشخص اللي قدامه، لو في ديالوج، لو هو في وسط مجموعه لازم يتعلم ازاي يعمل سينك مع الناس كلها. فاحنا بنكون تدريبات كلها على الناحيه دي، غير طبعا بقى التدريبات الفرديه اللي هي تنمي له هو حته الثقه عنده هو شخصيا. زي مثلا لما تيجي تعمل تدريب اسمه تدريب المرايه، انت بيقف ممثل قصاد ممثل، الحركات لازم تبقى متطابقه تماما، في ليدر وفي تابع. الليدر بيعمل حركه، لازم التابع يعمل الحركه هي بالظبط مع الليدر. ده بيعلمه ازاي ان هو يعرف ياخد ويدي مع الممثل اللي قصاده، ما يبقاش بس الموضوع فردي. يعني احنا الشرط الوحيد عندنا في التقديم هو السلوك، انه ما يكونش الطالب سلوكه فذ، او يكون هو محتاج خطوه ابعد شويه من فكره انه يدخل ورشه تمثيل. لو هو محتاج ده احنا بنبلغ الاهالي، لو هو بس في الاطار المعقول احنا بنشتغل على الجوانب او المشاكل اللي عنده بنحاول نحلها. يعني احنا عندنا ورش مستمره بشكل شهري، اي طالب بيبقى موجود هو بيستمر 3 شهور. بعد ال3 شهور دول، دي اول مرحله يقدر بعدها يعمل اوديشن لمشروع تخرج، او ان هو ياخد اول شهاده ليه او كده. دي الفتره اللي احنا طبعا احنا نفضل ان كل طالب يستمر اكتر من كده، لكن اثناء ال3 شهور دول بنحاول ان احنا نوصله على الاقل للمرحله اللي هو يقدر فيها يعمل اوديشن او يقف قدام كاميرا. يعني الفكره ان انت مشاهد الارتجاليه دي بتكون نوعا ما فيها حته خيال عند الطالب. انا مثلا يعني من ضمن الحاجات المميزات بتاعت ورش التمثيل، انا بشوف الناس دايما بتفضل ان هم اولادهم يكونوا موجودين في رياضات معينه، او ان هو ياخد كورسات ليها علاقه بالبرزنتيشن سكيلز، او ان هو يمارس العاب فيها تفكير زي الشطرنج مثلا. التمثيل بيحتوي على كل الحاجات دي، التمثيل في داخله كل الحاجات دي. في عندنا تمرينات حركيه وجسديه، دي بتخرج طاقتهم. في عندنا جوانب ليها تفكير وابداع، هو نفسه يخلق مشهد او يخلق موقف او حاجه زي كده، وده هي التمارين الارتجاليه. كذلك انت عندك لما تقدم مشهد فردي، ده بيزود عندك حته البرزنتيشن، او انت ازاي تقدم نفسك او حاجه زي كده. احنا في الاول طبعا بنساعدهم في ده، لان هو في الاول مش هيقدر يكتب سكريبت كامل لوحده، لكن احنا بنساعدهم في ده في الاول لحد ما هم بعد كده الطلاب اللي بيستمر معانا فترات طويله بيقدروا ان هم يكتبوا مشاهد كامله بنفسهم. بالنسبه بقى بعد كده داخلين بقى على ورش المسرح، دي بيكون عروض مسرحيه، يعتبر التدريبات بتاعتها كلها بروفات لعرض مسرحي كبير هنعمل ده ان شاء الله من نص شهر 10. الطالب اللي بيكمل معانا فترات طويله فعلا بيبان عليه الفرق ما بين ما هو دخل ولما خلص. احنا مثلا لما بدانا كان وقت كورونا، كان في طلاب ما بيردوش يشيلوا الكمامه تماما من على وشهم، مش علشان الكورونا، هو علشان هو خايف يظهر او خايف ان هو يواجه او حاجه زي كده. في طلاب من دول النهارده شغالين في اعلانات ومسلسلات وحاجات زي كده، فده اللاين بتاع التطور بتاعه، ان هو بدا من اول فين ووصل لحد فين. مش فكره ان هو بس الهدف ان هو يبقى فنان او ان هو يعمل اعلان، لا مش ده الهدف خالص الاساسي. والهدف الاساسي هو قد ايه بقى عنده ثقه في نفسه لدرجه انه قادر يواجه الكاميرا والناس.